صلوا على النبي كده يلا، وركز معايا بورقة وقلم او معاك انت الكتاب، حل بسرعة يلا معايا وشوف اجاباتك اخبارها ايه. يلا، في التفاعل النووي اكس تمثل نقط، في التفاعل النووي اكس تمثل نقط. اولا لو جيت تركز هنا، هنا اتش اي 4 2 وبي اي ها 9. طب 4 و9 كام يا حبايبي؟ 11 13. 13 نقص منهم ال 12 يبقى 1. 13 نقص منهم ال 12 يبقى كام؟ 1 صح. طيب ماشي. طيب هنا 2 و4 6 يبقى هنا 0. طب 1 0 اكيد ده نيوترون. ماشي. اي العبارات التاليه لا تنطبق على جسيمات الفا؟ انويه هيليوم صح، اكثر قدره على نفاذ، لا هي قدرتها على نفاذ قليله لان كتلتها كبيره. اكثر قدره على تكوين الذرات تتاثر بالمجال المغناطيسي فهو بيقول لك لا تنطبق، يبقى الاجابه ايه؟ ب. اذا فقدت نواه ذره عنصر مشع خمس جسيمات الفا على التوالي وتحولت الى نواه ذره العنصر واي 286 ماشي، فان نواه ذره هذا العنصر المشع يعبر عنها بالرمز نقط. طيب تعالوا نشوف كده، هو بيقول لك واي 200 وكام و6 80 جميل قوي. بيقول لي فقدت نواه ذره عنصر مشع خمس جسيمات الفا، يبقى ناقص هنا كده 5 الفا يعني 4 2 ماشي على التوالي وتحولت الى نواه ذره العنصر ده ماشي. هو الالفا بتنقص كام؟ 4 2. طب 5 في 4 20 يبقى ده كان 226. طب 2 في 5 ب 10 يبقى ده كان 90. طيب يبقى هنا كان ايه؟ 226 90 يبقى الاكس. جميل قوي. صعب الكلام ده؟ يبقى الاجابه ايه؟ 226 90. هو جاب سيره بيتا؟ لا، يبقى خلاص. طيب السؤال رقم 4 يلا معايا او 5، بيقول لي سيادتك ينحل، ها؟ ينحل ايه؟ ينحل السوريوم 228 90 الى متحول الى بروتو اكتينيوم بي او 216 84 نتيجه انبعاث ايه؟ ركز معايا كده يلا. اولا حبايبي هنا ال 228 بقت 216، الكتلي نقص يبقى خرج الفا. طب ماشي، 228 ناقص 216 يعني 12 صح. طب 12 على 2 يبقى 3 الفا، 12 على 4 يبقى 3 ايه؟ الفا 4 2 ماشي. طب يبقى انا كده نقصت 3 ايه؟ 3 الفا. طيب كم جسيم الفا؟ خلاص 3 الفا مش محتاجه حاجه يعني. ها، اي الصفات التاليه تنطبق على اشعه جاما؟ لها شحنه سالبه؟ لا. لها شحنه موجبه؟ لا. عباره عن الكترونات؟ لا برضه. امواج كهرومغناطيسيه؟ عينه نقيه من عنصر مشع تنحل 75% من انويتها بعد مرور كذا. انحل 75% يعني لو هي فرضنا ان هي كانت 100 اتبقى لي منها 25. اتبقى لي منها ايه؟ 25. طب ال 100 بقت كام؟ 50. ال 50 بقت 25. كده كام فتره؟ فترتين. فان عمر النصف لهذا العنصر يساوي كام؟ فترتين في كام زمن؟ في زمن قد ايه؟ 12 دقيقه صح؟ يبقى 12 على 2 8. طيب 12 على 2 فان عمر النصف لهذا العنصر يساوي نقط 12. طب هنا في 12، 12 على 2 6 6 ماشي. بعد مرور 12 دقيقه على عينه نقيه من عنصر مشع ينحل 75% من انويه ذرات هذا العنصر، احسب عمر النصف. نفس الفكره، ما هي نفس المساله. ها، 75% اتبقى 25، يبقى فترتين. ها، 12 دقيقة على 2 يبقى كام دقيقة؟ 6 دقايق. خلصت المسألة، ما فيهاش أي مشكلة. طيب مسألة رقم 2 يلا، بتقول لي ما عليك إيه؟ إكس نواة عنصر مشع فقدت خمس جسيمات ألف، خمس إيه؟ جسيمات إيه؟ ألف، وأربع جسيمات إيه؟ بيتا ماشي. فتحولت إلى نواة العنصر زد 218 88. احسب العدد الذري والعدد الكتلي لنواه ذره العنصر الاصلي اكس. اولا هو كان اكس ماشي، اتحول ها لزد. جميل قوي. الزد كام يلا؟ 218 88. جميل قوي. هي فقدت كام معلش؟ ها،
فقدت 5 الفا، يبقى دي 5 الفا اتش اي 4 2. ثم كم؟ ها؟ و4 بيتا، يبقى هنا ناقص 4 بيتا. جميل قوي، ركز معايا بالله عليك كده يلا. هو البيتا بيزود كام؟ البيتا بيزود 1. طب 4 بيتا اللي فوق هيفضل زي ما هو 218، بس المفروض ان ده كان زايد 4 ينقص ال 4 يبقى 84. واي مثلا اهو، عايز تتاكد ارجع تاني يلا. 218 لما بيفقد بيتا ما بيتغيرش، طب اللي تحت بيزيد 1، 4 بيتا يبقى يزيد 4، 84 بقت 88. طب نرجع بقى يلا للالفا كده. الالفا بتغير فوق وتحت ماشي. طب هنا كان كام؟ 218 بعد ما نقص 5 في 24 يبقى 238 ماشي. هنا كان ناقص كام؟ 10. طب نرجع ال 10، 84 و10 94. معانا يا جماعه؟ مفيش اي مشكله. طيب احسب عمر النصف لعنصر مشع كتلته 32 جرام اذا علمت انه يتبقى منه 1 جرام بعد مرور كام؟ 8 ايام. هو كتلته كام معلش؟ 32 16 8 ها، نص ال 8 4، نص ال 4 2، نص ال 2 1 جرام. عد يلا كام سهم كده؟ 1 2 3 4 5 فترات. 5 فترات بعد قد ايه؟ بعد 8 ايام. بيقول لك عايز احسب عمر النصف ومديك الزمن كام؟ 8 ايام. عايز ايه؟ عايز عمر النصف. عادي هتقول له تي نص بتساوي الزمن الكلي اللي هو 8 على 1 2 3 4 5 فترات بس. شوف بكام. تمام يا جماعه؟ عند وضع عنصر امام عداد جايجر كانت قراءته 2400 تحلل في الدقيقه، وبعد مرور 15 يوم صارت قراءته 300 تحلل في الدقيقه. طب يبقى 2000 ها و400 نصهم 1200 نصهم 600 نصهم 300. كام فترة كده يا حبايبي يلا؟ 1 2 3 ماشي. طب عايز عمر النصف، يبقى بعد كام دقيقة؟ 15. يبقى هنقول له التي نص بتساوي ها 15 على الثلاث فترات تبقى 5 أيام. تمام؟ تمام جدا. سؤال أو مسألة رقم 5 يلا. تبقى 12.5% من مادة مشعة بعد مرور 24 سنة years. احسب عمر النصف لهذه المادة ماشي، وبعدين احسب عمر النصف لهذه المادة المشعة. اولا هو بيقول لي بقى 12.5% يبقى هي كانت في الاصل 100 فرضا، بقت ال 50 بقت ال 25 ها بقت 12.5. كم فترة يا حبايبي يلا كده؟ كده ثلاث فترات ماشي. بعد مرور كام سنة؟ 24 سنة. عايز عمر النصف يبقى تي نص هتساوي يلا ها 24 على الثلاثة تطلع 8 فترات ماشي، قصدي 8 سنين. عنصر واي 238 يو 238 92 فقد اللي هو اليورانيوم فقد دقيقة 2 دقيقة ألفا ثم 3 دقيقة بيتا. احسب العدد الذري، ادي اليو 238 2 وكام؟ و90. يلا معايا يا حبايبي كده. فقد كم؟ انت بتقول لي 2000 يبقى ناقص 2000 4 2 اللي فوق هيقل كام؟ 2 في 4 ب 8 بقى 230 ماشي. اللي تحت هيقل 4 بقى 88 يبقى اكس مثلا. تمام؟ ايه اللي هيحصل هنا يلا؟ اهو ناقص كام يلا؟ ناقص 3 بيتا. 3 ايه؟ بيتا. طيب 3 بيتا هنا البيتا ما بيغيرش فوق 230، هيزود تحت كام؟ 3 لان دول 3 بيتا، يبقى هيزود يبقى 91 عنصر مثلا واي. تمام كده؟ تمام. سؤال او مساله رقم 7 بتقول لنا حفظت ماده مشعه كتلتها 12 جرام ها 12 ايه؟ جرام في ايه؟ في مكان امن، وبعد 50 يوم وجد انها، وجد انها يبقى يلا
أن الكتلة المتبقية منها 75 من 100. احسب عمر النصف يا مستر. هي كانت كام جرام مثلا؟ 12. ماشي 12 جرام، نصها 6، نصها 3، نصها 1.5، نصها 75 من 100. ماشي كم فترة؟ 1 2 3 4. ماشي بعد كم يوم؟ 50 يوم. يبقى نقول له عمر النصف تي نص هيساوي 50 يوم على الأربعة، هيطلع 12.5 يوم. عنصر مشع كتلته 32 جرام وعمر النصف له 3 سنين، احسب الزمن اللازم لكي يتبقى منه 25 من 100. ها؟ احسب الزمن اللازم لكي يتبقى منه كم؟ 25 من 100 من كتلته. 25 من 100 من ايه؟ من كتلته. طيب ولا 25 من 100 جرام؟ طيب تعال نشوف. هي 32 جرام، ماشي. لو قلنا 32 نصهم 16، نصهم 8. طيب لو فرضنا ان هو السؤال بيقول لي 25 من 100 يعني في المية من كتلته، يعني ربعها. طب هو ربع ال 32 كام؟ 8. يبقى انا كده بتكلم عن فترتين. الزمن كام؟ 3، عمر النصف 3، يبقى الزمن هيبقى 3 في 2 ب 6. طب لو فرضنا ان هي 25، يلا امشي كده معايا. 4، ها 2، ها 1، ها نص، ها ربع. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، كم فتره كده؟ 1 2 3 4 5 6 7 فترات. يبقى في الحاله دي الزمن الكلي هيساوي 7 فترات في الزمن، فتره عمر النصف 3، يطلع 21 ايه years. معنا يا جماعه ولا لا؟ تمام. يبقى هو هنا، بس هو هنا لو قال لي 25، هو ايه هنا يقصد على فكره 25 من 100 جرام، لان هو لو عايز 25 من 100 من كتلته هيقول لك 25 من 100 من كتلته او 25% من كتلته. احسب الزمن اللازم لتحلل 75% من عينه من الراديوم، علما بان عمر النصف له كام؟ ها 3.8 يوم. في الحاله دي يا حبايبي بتقول لي ايه؟ هو عايز الزمن اللازم، صح؟ يبقى هنجيب الاول عدد الفترات، ماشي. طب عدد الفترات كام؟ بيقول لي 75% اتحلل، يبقى اللي اصلي كان 100، اللي باقي من ال 100 25. طب نص ال 100 50، نص ال 50 25، ماشي فترتين. طب هو بيقول لي ايه؟ علما بان عمر النصف كذا، يبقى هنقول له الزمن الكلي هيساوي فترتين في 3.82 يوم، ماشي. عنصر مشع عمر النصف له 11 يوم، احسب ما تبقى منه بعد 33. طب هو كان كام؟ احنا عايزين نعرف هو كان كام، تمام؟ فالمساله دي ناقصه الكتله الاصليه. عنصر مشع كتلته 64 جرام وعمر النصف له 4 شهور، احسب ما تبقى منه بعد كام سنه؟ طبعا ناس كتير جدا بتقول يا مستر ازاي عمر النصف اقل من الزمن الكلي؟ يا حبيبي دي سنه، يتحولها لشهور يتحول دي لسنه. ده الاسهل، السنه فيها كام شهر؟ 12 شهر، صح ولا لا؟ 12 مانس. طب السؤال هنا يلا عايز ايه؟ ها الكتله 64، نجيب الاول الدي عدد الفترات، مش هو مدين الزمن الكلي 12 شهر وفتره عمر النصف 4 شهور، يبقى كام فتره؟ 3 فترات. طيب يبقى انت عندك الاصليه كانت كام؟ 64، صح؟ هنعمل فتره 32، هنعمل كمان فترة ها 16، هنعمل كمان فترة 8. كم فترة كده؟ أنا عندي 3 فترات أهو، 1 2 3. هو عايز ما تبقى منه بعد سنة هيبقى كام؟ 8 جرام. وبكده وصلنا لآخر إيه؟ التقويم بتاعنا أو آخر حاجة عندنا. وشدوا حيلكم يا رجالة، وإن شاء الله هانت وهترتاحوا ان شاء الله، تاخدوا الاجازه وتتبسطوا براحتكم. السلام عليكم.